مبدئيا هو حتة الغدة تسبب السمنة، الموضوع ده عليه تسليط ضوء زيادة عن اللزوم، بمعنى ان احنا فعليا ما بنشوفش المشكلة دي في اكتر من 10% بس، ولكن ده بيبقى حل مجتمعي مريح، بمعنى بدل ما الناس بتقول له اصل انت تخين عشان وعشان وحاول تخس، يقول لهم لا انا ما اقدرش عشان عندي الغدة، وبكده بيبقى رايح دماغه وطلع من هذه القصة وتحول الى ضحية، والناس بتنبسط كده. الناس اللي فعليا عندهم المشكلة فعلا بيبقى عندهم سمنة مقاومة، وبيبقى الموضوع صعب جدا ان احنا نعرف ننزله. اتعلمنا خلال الفترة بتاعة الكورونا اللي فاتت الناس كتيرة اخدت كورتيزونات بكميات كبيرة ووزنهم زاد، تأثير ده بيختفي خلال كام شهر بعد ما بيبطلوه، والسر في هذه القصة ان هما ما بيقعدوش عليه لفترة طويلة. مشكلتنا الفعلية ما بتبقاش معاهم، احنا مشكلتنا الفعلية بتبقى مع الناس اللي بتاخد ادوية اكتئاب. ادوية الاكتئاب في بعضها بيتخن بشدة. هنا بنرجع للطبيب النفسي وبنسأله هل ينفع تغير لي الدواء ده بحاجة تانية تأثيرها أقل؟ فيرد عليا يقول لي هذا الشخص عنده اكتئاب مرضي عنيف وما بيقدرش من غير الدواء، ما يقدرش ان هو يشتغل، ما ممكن ينتحر، فأنا ما عنديش حل تاني. أمرنا لله، بنحاول ان احنا نقلل الزيادة على قد ما بنقدر، ولكننا ما بنجيبش أحسن نتائج. ادويه الاكتئاب بتتخن جدا، لو اكتئاب مرضي ملوش حل غير الدواء، يعني بنأكد على هذه النقطه. هنا طريقه التعامل في هذه القصه، واول حاجه ان احنا بنحاول نحل السبب. قاعده بتقول اول حاجه صلح السبب لو ممكن، بمعنى لو عندي مشكله في الغده بصلحها، ورم بيفرز كورتيزون بيتشال. لو مشكلتي دواء اكتئاب في الحالة دي بنرجع للطبيب النفسي، هل ينفع يتشال؟ او لا. يتشال؟ لا. طب بنقل العيان على حاجة اقل ضررا؟ قال لنا اوكي بنعملها، قال لنا لا في هذه الحالة بنحاول ان احنا نقلل الضرر على قد ما بنقدر.